تسأل أختنا فتقول: هل يجوز أن أضع مناكير على أظافر يدي علما بأنه يمنع وصول الماء، ولكن لا أستعمله إلا في فترة الدورة؟ ماذا سبيل استعمال المناكير في فترة لا تحتاج أو لا تمر فيها بحالة وضوء كفترة الدورة الشهرية أو النفاس؟ أما في الفترة التي تصلي فيها وتتوضأ إنه لا يجوز لها أن تضع المناكير على أظافرها لأنها تمنع دخول الماء إلى ما تحتها. جزاكم الله خيرا.